طب خلينا نتكلم يا كابتن عن يعني امتى ولي الامر مثلا حضرتك شايف مثلا اي ولي امر بيبقى عايز لاعب ابنه رياضه؟ اكيد طبعا. تنصح اولياء الامور بايه؟ لان مهم جدا طبعا احنا بنتكلم عن اعضاء الجمعيه العموميه يبقى هننصح اعضاء الجمعيه العموميه لان هم دول اللي بيبقوا صحيح ليهم الحق ان هم يشتركوا في المدرسه. تنصح الاب او الام او الاسره يشوف في ابنه ايه او بنته ايه عشان يلعبوا كاراتيه؟ اولا ولد يكون شقي. شقي يعني كثير الحركه. يعني دايما الولاد اللي هم عندهم تالنت كده وبيحسوا ان هم اشقيه دول كاراتيه ان بيخرج اللي جواه. الحقيقه شفت الملاحظه؟ بيخرج اللي جواه. يعني كل اب وام عندهم طفل كثير الحركه وشقي، انا ما بحبش كلمه شقي دي بس يعني كثير الحركه اللي احنا درجه كلمه درجه. حضرتك شايف انه يبقى لعيب كاراتيه كويس؟ ممكن. طب ده بالنسبه للولد، لو البنت برضه نفس الكلام؟ والبنت نفس الكلام. طب يا جماعه انا بقول لكم اهو الدكتور يعني محمد حسن يعني ده مدير جهاز الكاراتيه في النادي الاهلي، يعني بقول لكم لو عندكم يعني اعضاء الجمعيه العموميه لو عندكم يعني طفل او طفله كثير الحركه يبتدي من 4 سنين صح يا كابتن؟ 4 سنين اي سن عندنا. بس احنا دايما بنفضل يبتدي بدري، احنا بناخد من اي سن حتى لو جالك عنده 20 سنه. احنا عندنا مدارس اكاديميات لكل الناس على فكره، كمان عندنا اكاديميات احتياجات خاصه. صحيح صح. طب كلمنا عايز اقول لك عندنا من 3 سنين بالظبط بدانا نفتح اكاديميات للاعتيادات الخاصه، وعايز اقول لك عندنا فرقه مثلت القاهره والجمهوريه وخدنا مراكز، عندنا ابطال جمهوريه. عندك كم لاعب؟ في الثلاث فروع اعتقد حوالي 150 لاعب. دول اللي هم طبعا اصحاب الهمم. اصحاب الهمم. وعندك حوالي 150 لاعب. ده وعملنا بطوله، كان اخر بطوله اتعملت عندنا في اهلي مدينه نصر بطوله القاهره. وعايز اقول لحضرتك ان 90% من المراكز كانت من النادي الاهلي. طب يعني مش سامعين حاجه الحمد لله. في انديه ثانيه ما شاء الله، طب ده النادي الاهلي يا كابتن. طب في انديه ثانيه عامله او نفس تجربه النادي الاهلي؟ كانت برضه من الناحيه النظاميه دي لا. لا انا بتكلم على اصحاب الهمم. التجربه دي. ما بقول لساعتك اصحاب الهمم برضه احنا توليناهم زيهم زي الاسوياء بالظبط. عملنا لهم مدارس ومدربين وجهاز متخصص. ما شاء الله. تحت اشراف برضه الدكتور مواد عاصم، شاف الجهاز بتاعنا. مدربين متخصصين في مدربين كاراتيه متخصصين. طب هل الكاراتيه دخل في البطوله البرنديه يعني 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 هل ممكن نشارك زي ما شارك بطوله عالم فيها؟ لا مش بطوله عالم بتكلم فيه، طبعا احنا عندنا الالعاب البرنديه. ايوه. هل ممكن نشوف الكاراتيه مشارك فيها؟ ممكن ولا هو لغايه دلوقتي مش مشارك؟ لغايه دلوقتي لسه، بس احنا بطوله العالم عندنا بطله العالم برضو بنت الاهلي سلمى ما شاء الله. دي مره واحده. خلي بالك حضرتك انت عندك البطوله الاولمبيات العاديه بيجي وراها البارالمبيه. تمام. فممكن في زي ما دخلوا الكاراتيه في الاولمبيات ممكن يدخلوها برضه. ممكن يا ريت. يعني واخد بالك، فانت احنا مستعدين. انا سلمى بطلة العالم جاهزه. بطلة العالم جاهزه. موجود مصنفه يعني بطلة العالم كل سنه. بطلة العالم. طيب احنا يعني حضرتك قلت لي حاجه كويسه جدا للاولياء الامور. وطيب انت يا كابتن يعني بحكم تجربتك وتاريخك برضه يا كابتن محمد مع اللعيبه سواء الكوميتيه واكيد الكاتا برضه ما اولاد عمك طبعا. يعني اني لاعب ينفع في ده واني لاعب ينفع في ده؟ انا بقى في الكوميتيه اخد الولد الاشقى شويه بقى، الولد اللي عنده سوبر شقاوي. اللي عنده يعني سوبر شقاوي. شخصيته كده فيها ايه شراسه كده يعني شراسه ده. سواء لعيبه او لاعب والكوميتيه محتاج ان الولد يبقى منضبط وملتزم ولازم يكون ولد ذكي. ذكي جدا لان هو بيتصرف. انت فاجئتنا يا كابتن ان الكوميتيه عايز ذكاء، ان الكوميتيه عايز ذكاء لازم لان هو لا سوري الكات عايز ذكاء، انا اسف الكوميتيه عايز ذكاء. طبعا لان هو في متغيرات بتاع الكات بينزل بيأدي كات بيأدي مفيش انضباط واداء. انما في الكوميتيه لا، في متغيرات في الملعب كتير جدا وفي كوتش قاعد عمال يقول لك على تعليمات. لو انت مش ذكي مش هتنفذ على طول. لو انت مش ذكي هو عامل زي الشطرنج كده جوه الملعب بالظبط. يعني زي الشطرنج بالظبط. دكتور محمد بيقول لي احنا عايزين الشقي وحضرتك بتقول انا عايز السوبر شقي. سوبر شقي بالظبط عشان يقدر يشتبك عشان ينافس عشان ياخده ويطلع بيه كره عالم. عشان احنا يعني احنا في الاهلي مش بننافس عشان احنا نبقى ابطال بس مصر، لا احنا عايزين لعيبه دوليين بصين على بطوله العالم بصين ان احنا ابطال عالم. دي حقيقه من الاول كده. طب قول لي يا كابتن يعني خلينا نتكلم عن برده المنافسات شويه. يعني يمكن لاعب عشان ياخد بطوله المنطقه ممكن يلعب له كام مباراه في الكوميتيه؟ في البطوله نفسها؟ بطوله المنطقه. بطوله المنطقه ممكن يلعب مثلا 6 ماتشات. بيلعبهم في نفس اليوم ولا ممكن يلعبهم على ايام مختلفه؟ لا في نفس اليوم. يعني البطوله بتبقى يوم؟ بتبقى يوم. والاستعداد ليها طبعا شهور. شهور. سنة. طول السيزون. طول السيزون. البطوله يلعب 6 ماتشات ورا بعض. احنا ما بنوقفش. احنا جاي ما بنوقفش طول السنه. طول سنه شغل، طول سنه تمرين. تمرين في النادي، انما بطوله المنطقه في الكوميتيه ممكن يلعب 6 5 4 ماتشات يلعبهم في يوم واحد. مش اقل من 6 7 كمان. 6 7 كمان. الجمهوريه تبقى كام يوم؟ الجمهوريه ممكن يبقى اكتر من كده كمان. احنا دلوقتي الجمهوريه بنبدا من دور ال 128 فالولد البوله بتبقى اوسع. الجمهوريه كلها ومناطق عديده مصر كلها.
ومثلا ممكن اللاعب يلعب له برده يعني خمس ست مباريات، ولا ممكن تتجزأ على يومين ثلاثه اربعه؟ لان لا هو يوم واحد يوم واحد بس. الموضوع شق جدا جدا. فلاعب الكوميتي لو ما كانش لاعب قوي جدا وعنده تحمل بقى وكفاح في الملعب وعزيمه وحاجات كده، لا مش هي مش هيقدر يكمل. لا لا بتكلمني ست مباريات في مباريات قتال يعني، يمكن ثلاثه تركيز شويه بيبقى بتاع مش يعني محتاج يؤدي اداء منضبط بالظبط، انما في الكوميتي ده بيبقى فيه تفاعل، في تفاعل وفي متغيرات كتيره جدا كل ثانيه في الملعب، وكل ماتش غير التاني، وبيبقى نازل عنده خطه وعنده تعليمات من الكوتش قاعد بيقوله هنعمل كذا كذا مع اللاعب المنافس الفلاني ونعمل كده سواء. طب قول لي يا كابتن بقى، احنا يعني فاضل دقيقه بس، انا مستمتع جدا، ربنا يخليك بجد كلامكم بامانه والله العظيم. انا مستمتع جدا، انا على المستوى الشخصي يعني. يعني حضرتك ايه اللي يعني ناقصنا ايه، او شايف ايه اللي احنا محتاجينه الفتره الجايه عشان نوصل ان احنا نحتكر اللعبه دي بشكل كبير جدا في مستوى العالم؟ يبقى عندنا زي جيانا فاروق ومهند مجدي زي السكواش، زي ما زي السكواش كده ما مكسرين الدنيا، ناقصنا ايه شايف انت كده من خبرتك وحضرتك راجل يعني شايف ناقصنا ايه في الاهلي؟ بتكلم على مصر كلها؟ لا مصر كلها لا، في حاجات كتيره جدا لسه نوسع القاعده طبعا، ومش مش مش توسيع القاعده بس، كمان كم يعني كيفا الجوده طبعا الجودة. الجوده دي صعبه كابتن عشان توصل. دكتور حضرتك متفق مع دكتور محمد بالنسبه للنادي الاهلي؟ احنا ماشيين بخطى ثابته ان احنا نوسع شويه الكواليتي مش العدد كمان. احنا في الجهاز بنقعد نقيم نفسنا على طول كل سنه طبعا طبعا، وما بنقولش ان احنا 100% طبعا، اللي يتكلم 100% ده لازم يفشل. صحيح طبعا دايما بنيجي على نفسنا كمان شويه طبعا.